والإبداع، صورة لا تزال تنبض بالقدرات والطاقات العلمية الشابة التي أكدت بأن سوريا مهدا للحضارة والحياة. فضمن استراتيجية هيئة التميز والإبداع في تطوير التميز العلمي التخصصي بمختلف مناحيه وفتح آفاق التطور العلمي أمام المبدعين والاستفادة من خبرات الدول المتطورة علميا، تم توقيع اتفاقية التعاون العلمي بين هيئة التميز والإبداع وجمهورية الصين الشعبية. هيئة التميز والإبداع له دور مهم في دفع تنمية التعليم في سوريا. نحن سفارتنا الصينية في دمشق، نحن عايز تقديم التأييد والدعم في كل مجال لدعم هيئة التميز والإبداع. كما يعني نود أن نواصل التأييد ودعم لحكومة لشعب السوري. نحن لدينا علاقات قوية ومتينة مع الأخوة في الصين منذ عشرات السنين، لكن هذا اللقاء أعتقد سيمهد لبناء علاقات قوية أكثر، وخصوصا في مجال التعليم والتعلم. ونحن كنا قد ناقشنا في هذا الاجتماع وفي اجتماعات أخرى مع سعادة السفير حول إمكانية تقديم العديد من المنح الدراسية لطلابنا المتميزين للدراسة في الصين، خصوصا في الاختصاصات التي نقوم بالعمل عليها نحن في هيئة التميز والإبداع. خطوة نحو فتح البوابة العلمية على الخبرات المبدعة في الدول المتطورة، ليبقى التميز عنوانا يوحد الطاقات الشابة في سوريا.